لا فحم ولا معسل في هذه النرجيلة، يتم تحضيرها بسرعة ليبدأ تدخينها. ما يميز هذه الشيشة أن مستخلصات مكونات سوائلها في وحدة التبخير نباتية وخالية من أي مواد كحولية أو حيوانية لمراعاة متطلبات المدمنين على التدخين. النكهات المتوفرة لدينا حلال، فنتأكد مسبقا من خلو مكوناتها من الكحول ولا تتعدى محتوياتها 4 أو 5 مواد نعرف أنها غير سامة. استخدام هذه الأجهزة الإلكترونية على اختلافها وسوائلها المتعددة النكهات للتدخين أصبحت تحظى برواج واسع وتساهم للراغبين في الإقلاع عن التدخين، حتى وإن أثارت بعض الشكوك حول سلامتها على صحة مدخنيها في المدى البعيد. أجهزة التدخين الإلكترونية أكثر أماناً الآن، وهذا ليس كلامي بل جاء من خدمات الصحة الإنجليزية التي كشف بحثها أنها آمنة بنسبة 95% مقارنة بالسجائر، وهذه النسبة تصل إلى 99% بحسب سلطات الصحة في الولايات المتحدة. فأجهزة التبخير أكثر أماناً من تدخين التبغ العادي. فالمركبات الكيميائية المستخدمة تحوي الجليسرين والبروبيلين الجليكول، تضاف إليها مادة النيكوتين بجرعات تخفف تدريجيا. عادة ما يأتي الناس إلينا للتعرف على هذه الصناعة البديلة عن التدخين، وهناك اهتمام كبير بها، والكثير منهم يسألون عن سلامة استخدامها وطريقة الاعتناء بها. ولا يخلو تدخين السجائر والشيشة الإلكترونية من المخاطر كما أثبتت أبحاث مختلفة وإن كانت أقل حدة من التدخين العادي. فالمهتمون بالسلامة والمعايير الصحية يحذرون من استخدام مكونات كيميائية في صنع سوائل أجهزة التبخير، فلا يعرف تأثيرها بعد على الصحة من جهة، وغياب تشريعات موحدة لضبط هذه السوق الآخذة في الانتشار. مصطفى زارو، العربية، لندن.